الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع ما يسمى نموذج تصحيح الخطأ أو Error Correction Model ECM. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. تقول نظرية الانتظام الإحصائي أو Theory of Statistical Regularity تقول بأن بعض الظواهر والمتغيرات المرتبطة أو المترابطة فيها تحافظ في معظم الأحيان على توازن معين في الأمد الطويل، أو ما يسمى Long Run Equilibrium. وعادة ما يقال عن المتغيرات في مثل هذه الظواهر بأنها متكاملة بشكل مشترك، Co-Integrated، متكاملة بشكل مشترك، أو ما يسمى Co-Integrated Variables أو series اللي هي ثلاثة زمنية. مثال عليها معدل حدوث حوادث الطرق على يعني من عدد الحافلات التي تسير على الطرقات. بمعنى آخر إنه عندي هناك عدد من الحافلات تسير يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا، وهناك عدد معين من حوادث الطرق. بالتالي إذا نسبنا يعني حسبنا نسبة الحوادث إلى عدد الحافلات، هذه النسبة تحافظ على استقرار معين في الأمد الطويل. ومثال آخر، معدل إنفاق من الدخل يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا، وحجم التداول في سوق رأس المال، وهكذا. الآن هذه الظواهر تشترك في أنه يعني توازن معين في الأمد الطويل. ظاهرة التكامل المشترك، أرجو أن ندقق بهذه الصورة التوضيحية. هذه المرأة العجوز تسير على هذا الطريق، إذا عندما تصل إلى هبوط ستهبط معه، ثم تأخذ بالصعود ثم تستوي، وهكذا. هذا الشاب الذي يمشي على الدرج، الآن يمشي على الدرج، مضطر الآن أن ينزل مع الدرج ثم يستوي ثم ينزل، وهكذا. هذا العجوز الذي يمسك بحبل، يعني يمسك بالكلب بحبل، فحيثما تحرك هذا الرجل يتحرك الكلب، وبالتالي في كو انتجريشن، أو ربما مرات الكلب يتحرك يمينا ويسارا، وبيضطر هذا العجوز أن يمشي مع الكلب يمين ويسار، وبالتالي هناك تكامل مشترك بين مثلا مشي العجوز هنا وشكل تضاريس الطريق، مشي هذا الشاب على الدرج، ومشي هذا العجوز مع الكلب. عادة ما يحتاج اختبار التكامل المشترك، أي اختبار ثبات أو استقرار السلسلة الزمنية، بمعنى آخر ثبات المتغيرات مع بعضها البعض، استقرارها، تزامنها، يعني مشيها وسيرها مع بعض البعض، هاي تحتاج إلى اختبار ثبات أو استقرار. نقدمه إن شاء الله اللي هو الكوانتجريشن، ما يسمى بالستيشنرتي وما شابه، نقدمه إن شاء الله في مقطع قادم بإذن الله. الآن سأقدم نموذج تصحيح الخطأ من غير أن أدخل بامتحان أو اختبار ثبات أو استقرار السلسلة الزمنية، وسأضرب عليها طبعا مثال بالأرقام. نتابع. يمكننا تصور علاقة التوازن في الأمد الطويل Long Run Equilibrium بين متغيرين كما يأتي. الآن هذه Y، المتغير التابع Y sub T تساوي K، هو معدل يعني هذا الآن K من XT، إذن Y تساوي K من XT، فهذا المتغير المستقل، هذا المتغير التابع، حيث ترمز Y sub T للمتغير التابع الذي يشكل جزءا مستقرا من المتغير المستقل x sub t، وترمز k إلى معدل y sub t من x t، أي الجزء المستقر منه. بعد التحويل الآن نقوم بتحويل هذه الدالة أو هذا الشكل الرياضياتي بواسطة اللوغاريتم الطبيعي، نحصل على ما يلي. أي الآن اللوغاريتم الطبيعي للطرف الأيسر اللي هو اللوغاريتم الطبيعي ل y t تساوي اللوغاريتم ل k، لأنه الآن هذه مضروبة فيها يعني k مضروبة في x t، وبالتالي عندما ندخل اللوغاريتم عليها اللوغاريتم أوبريتر أو مشغل اللوغاريتم، فبفكفكها ويجعلها مضافة إلى بعضها البعض، فتصبح الآن ناتشورال لوج واي تي تساوي ناتشورال لوج أو اللوغاريتم الطبيعي إلى كي زائد اللوغاريتم الطبيعي إلى اكس سب تي. نتابع. آخر نتيجة كانت اللوغاريتم الطبيعي إلى واي تي تساوي اللوغاريتم الطبيعي إلى كي زائد اللوغاريتم الطبيعي إلى اكس تي. يقوم معظم الباحثين باستخدام الأحرف الصغيرة للدلالة على التحويل من فضاء المستوى العادي. الآن يعني عندما حولنا y sub t أصبحت بواسطة اللوغاريتم الطبيعي إلى y t، نستخدم الآن y t الصغيرة للدلالة على هذه الكمية، و k الصغيرة للدلالة على هذه الكمية كلها،
وأكس الصغيرة اللي تدلها على هذه الكمية. يعني الآن تصبح واي سب تي تساوي كي إلى واي سب تي الصغيرة. هذه عبارة عن لوغاريتم اللوغاريتم إلى واي تي الكبيرة. وهذه عبارة عن اللوغاريتم هنا وهذه عبارة عن لوغاريتم الأكس تي. هاي ترمز واي سب تي إلى لوغاريتم الطبيعي إلى واي تي وترمز أكس تي إلى اللوغاريتم الطبيعي إلى أكس تي الكبيرة. هنا الصغيرة الكبيرة مقابل الكبيرة الصغيرة مقابل الكبيرة وترمز كي الصغيرة إلى اللوغاريتم الطبيعي إلى كي الكبيرة. لأن الآن y إذا كان يعني الآن y sub t تساوي k زائد x sub t، فإذا سحبنا كل واحدة إلى الخلف بمقدار فترة واحدة تصبح الآن y sub t ناقص واحد تساوي k لأن هذه ثابتة لا تتغير، إذن تساوي k زائد x sub t ناقص واحد. إذن لاحظوا لي التغير هنا يساوي التغير هنا لأن التغير هنا يساوي صفرا، وبالتالي فإن الآن دلتا واي سب تي تساوي دلتا اكس تي لأننا استخدمنا اللوغاريتميك. هون اللوغاريتم الطبيعي يؤدي معدل التغير هنا يساوي معدل التغير هنا. نتابع، هاي طبعا دلتا إلى ترمز إلى الفرق في المتغير بين الفترة تي والفترة تي ناقص واحد طبعا اللوغاريتم. تابع، يمكننا صياغة نموذج الأمد القصير short run model ليتضمن تكيفا متأخرا أو ما يسمى lagged adjustment كما يأتي. هذه الآن y sub t تساوي بيتا not زائد بيتا 1 في x t زائد بيتا 2 في x t ناقص 1 sub t ناقص 1 زائد alpha 1 في y sub t ناقص 1 زائد الإرور. أوكي، الآن سنقدر هذا بطريقة أو بأخرى، لكن السؤال مهم عند هذه المرحلة، ما هي شروط توافق وتساوق واتساق نموذج الأمد القصير مع النموذج الطويل في الأمد الطويل اللي هو y الكبيرة تساوي k في x الكبيرة الذي ذكرناه قبل قليل. نقوم بترتيب المعادلة أعلاه كما يلي. لاحظوا لي سنجعل y sub t لأنه في إذا كان عندي حجم العينة أو حجم السلسلة الزمنية مفرداتها كثيرة نسبيا كبيرة نسبيا، وبالتالي الآن y star تساوي y sub t تساوي y sub t ناقص واحد، وكذلك الأمر x star تساوي x sub t وتساوي x sub t ناقص واحد لكل الفترات. إذا صفرنا الآن هذا أصبح صفرا كما ينبغي في الأمد الطويل، فإن الآن y ستار في واحد ناقص ألفا. لاحظوا عندما نقلنا هذا الآن هذه إلى الطرف الأيسر نقلناها، يبقى لدينا فقط بيتا نوت زائد بيتا 1 في اكس تي زائد بيتا 2 في اكس سب تي ناقص واحد. الآن لأنه خلينا يعني هذه القيم هكذا، فتصبح الآن واي في واحد ناقص ألفا أخذنا عن المشترك تساوي بيتا زائد بيتا 1 زائد بيتا 2 في اكس تي لأنه سويناها كما ينبغي. أرجو التدقيق هنا، يعني لماذا هذه القيمة هكذا عندما كتبنا هذه الصيغة فأصبحت y star تساوي في واحد ناقص ألفا، هنا أخذناها عن المشترك يعني نقلنا هذا إلى الطرف الأيسر ثم أخذنا العامل المشترك هذا، كذلك الأمر عندما نقلنا أو بقيت x t في الطرف الأيمن أصبحت الآن بيتا نال زائد بيتا 1 زائد بيتا 2 أخذنا العامل المشترك اللي هي x star كما سويناها هنا. نتابع، كي تكون هذه النتيجة متسقة مع y t تساوي k زائد x t طبعا لوغاريتم لوغاريتم لوغاريتم، لابد أن تكون الآن 1 ناقص ألفا 1 تساوي بيتا 1 زائد بيتا 2. هذه يجب أن تكون تساوي هذه لأنه يعني إحنا طبقنا عليها اللوغاريتم قبل قليل عندما طرحنا، فتصبح هذه القيمة. أرجو التدقيق فيها لأنه مهم جدا. نتابع، النتيجة الأخيرة 1 ناقص ألفا 1 تساوي بيتا 1 زائد بيتا 2 الآن اللي هي تعطي هاي y star تساوي k star زائد x star، حيث الآن k star تساوي بيتا نوت على 1 ناقص ألفا 1. لنفترض بأن الآن بأن 1 ناقص ألفا تساوي لامدا يعني لتقليل الرموز تساوي لامدا وتساوي بيتا 1 زائد بيتا 2. يعني كان هذه تساوي بيتا وهذه عفوا لامدا وهذه تساوي لامدا،
لا يعني الآن بأن ألفا 1 تساوي 1 ناقص لامدا وبيتا 2 تساوي لامدا ناقص بيتا 1. طبعا تذكروا أنه هذا في الأمد الطويل، هذا في الأمد الطويل علاقة الأمد الطويل، لكننا الآن نحتاج إلى معرفة الأمد القصير. آخر نتيجة كانت كمالي، ألفا 1 تساوي 1 ناقص لامدا وبيتا 2 تساوي لامدا ناقص بيتا 1. عند تعويض هذه القيم في المعادلة التي صممناها y t تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في x t زائد بيتا 2 في x t زائد الآن x 1 في y sub t ناقص 1 اللي صممناها قبل قليل، قلنا في الأمد القصير وفيها ما يسمى بالتكيف. أوكي؟ الآن نستنتج بأن y sub t تساوي هذا الكلام كلياته هنا، بيتا نوت زائد بيتا 1 في x t زائد لامدا في 1 ناقص اللي هي بيتا 2 تساوي 1 لامدا ناقص بيتا 1 في x sub t ناقص 1 زائد الآن 1 ناقص لامدا في y sub t ناقص 1 زائد الايرور. طبعا الايرور بنشطب، أو هذه القيمة الآن عندما نقلنا هذه إلى الطرف الأيسر وأخذنا الفرق هنا، لاحظوا ليش ماذا يحدث بالحالة هاي y sub أو بمعنى آخر أنه طرحنا من طرفي المعادلة هنا، طرحنا y sub t ناقص 1 هنا، طرحنا y t sub t ناقص 1 حتى نأخذ الفرق اللي هو الدلتا تساوي هذه القيمة، طرحنا هذه كذلك الأمر منها، هذه ناقص هذه زائد هذه ناقص هذه تعطينا بالأخير ما يسمى ما يعني بأن دلتا y sub t تساوي بيتا نوت زائد بيتا 1 في دلتا اكس تي زائد لامدا في الان الفرق بين اكس سب تي ناقص 1 وواي سب تي ناقص 1. نتابع الان، هذا طبعا ما يسمى بتصحيح الخطا. هاي الان الفرق هنا لامدا في هذه القيمه، الفرق بين القيمتين هي ما يسمى تصحيح الخطا او ايرور كوركشن. الان سنضرب مثال، لنفترض بان البيانات الاتي عن عدد المركبات العامله على الطرقات اكس الان وعدد الحوادث، طبعا هنا أنا بعتذر أنه يجب أن تكون X الكبيرة وهذه Y الكبيرة، عندما نأخذ اللوغاريتم تبعها تصبح X صغيرة Y صغيرة، هذه الآن X هنا يعني الخطأ لم يحدث هنا، X هذه عبارة عن عدد المركبات العاملة على الطرقات 1000-2500 حتى ننتهي من 150,000 وعدد الحوادث 55-115 ننتهي على 74,890. الآن نريد أن أو يعني نقدر معلومات هذه الدالة بيتا نوت بيتا 1 لامدا وهكذا، قمنا بتحويل البيانات حسب الشرح السابق. الآن نأخذ اللوغاريتم هنا، هذا الآن اللوغاريتم أصبحت الآن كلها هاي XT صغيرة هاي YT صغيرة، هاي اللوغاريتم X هاي اللوغاريتم Y، وطرحنا الآن حسب حتى يعني استخرجنا لاحظوا لي هنا دلتا لين، يعني بحاجة أنا للفرق بين X sub T و X sub T ناقص واحد هذه القيم. إذا هنا يعني نطرحنا هذه القيمة من هذه القيمة ثم هذه القيمة من هذه القيمة ثم هكذا وأخيرا آخر قيمة من القيمة السابقة عليها، فبكون حصلنا على هذه القيم. وعندي هنا الفرق هذا اللي هو لاحظوا لي هذه القيمة مطروح منها هذه القيمة وهذه القيمة مطروح منها هذه القيمة وهكذا حتى استخرجنا هذه القيم، ثم الدلتا اللي هي هذه القيم الفرق بيناتها، طبعا هذه مطروح منها هذه، هذه مطروح منها هذه، والأخير آخر شيء مطروح منها السابق عليها، يعني اشتقينا هذه الأرقام. سنستخدم هذه الأرقام في حساب هذه المعلومات بيتا نوت بيتا 1 ولامدا. كيف الآن؟ كانت النتيجة كما يأتي، هذه النتيجة دلتا y sub t الهات هذه المقدرة تساوي سالب 4.8 طبعا سالب 4.83945 زائد فاصلة 97366 دلتا x t زائد 1.62048 في الفرق بين x sub t ناقص 1 و y sub t ناقص 1. هذه طبعا الستاندر ايرور هي الاخطاء المعياريه، وبالتالي لاحظوا لي قيم ضئيله جدا ما يعني بان التقدير كان قويا. يمكننا اعاده كتابه الداله المقدره معلوماتها كما ياتي. الان رجعنا للوغاريتم واي تي من غير الفرق، لا
لأنه الآن هذه الصيغة التي بدأنا منها وسنستخدم هذه الحقائق ألفا 1 تساوي 1 ناقص لامدا، بيتا 2 تساوي لامدا ناقص بيتا 1 كما بيناها قبل قليل، فإن كون التقدير ألفا 1 ألفا 1 تساوي 1 ناقص لامدا، هذه لامدا هنا لاحظوا لي، وبالتالي بيطلع عندي قيمة ألفا 1 تساوي سالب 0.62048، بيتا 2 تساوي لامدا ناقص بيتا 1 فبتكون بالقيمة هاي تساوي 0.6482. إذا الآن يمكن لنا أي أن أي واي سب واي تي، طبعا واي سب تي اللي هي المقدرة تساوي سالب هذه بيتا نوت سالب 4.83495 زائد بيتا 1 هاي تبقى كما هي، لكن هاي الآن اللي هي بيتا 2 تساوي 0.6482 هنا، وهذه ألفا 1 تساوي سالب 62.62048، هذه الآن الدالة التي قدرناها. لكن أذكر بأن الآن في الأمد الطويل K هذه اللوغاريتم تساوي حاصل قسمة هذه على 1 ناقص ألفا 1، وبالتالي تطلع عندي هذه القيمة 5%. هذه في الأمد الطويل صح، عندما نذهب إلى البيانات التي استخدمناها نجد بأن K بالمتوسط تساوي 5% دائما عدد الحوادث تقريبا 5% من عدد الحافلات، لكن في الأمد القصير هذا هو التقدير الصحيح. وبالتالي الآن النتيجة الأخيرة كانت كما يلي، لاحظها، أي أن الآن إذا عملنا exponentiation أي بمعنى آخر أخذنا عكس اللوغاريتم اللي هي e to the power e للقوة، هذه exponential اللي هو عدد النيبيري مرفوع e للقوة كل المعادلة هنا، بكون النتيجة قبل النهائي هاي y sub t هذه y الكبيرة مش ليست لوغاريتم تساوي e للقوة سالب 4.8349، هذه القيمة في x يعني مرفوع x الآن أصبحت كبيرة غير ليست لوغاريتم لكن مرفوعة للقوة بيتا 1، وهذه الآن لأن هذه موجب وهذه سالب يمكن لنا الآن هذه تصبح الأس، وبالتالي يصبح الكسر هذا x صب t ناقص 1 للقوة 0.6482 مقسم على y صب t ناقص 1 مرفوع القوة 0.62048. أي الآن هذه القيمة تساوي لاحظوا لي 0.00791 أقل من 5% بكثير، مرفوع مضروبة في X لهذه القوة اللي ذاتها مضروب في اللي هو معامل الخطأ أو ما يسمى إحنا تصحيح الخطأ، تصحيح الخطأ هذا في الأمد القصير صحيح 100%. الآن التمثيل البياني للمعادلة المقدرة بتكون كما يلي، هذا الآن لاحظوا التطابق بين القيم الفعلية والقيم المقدرة، هذه البنية القيم الفعلية المقدرة القيم الزرقاء هذه أو الخط الأزرق، أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت فيه الفائدة لكم أحبتي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.